الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للطب وجراحة السمنة والأعضاء والجمعية العمومية، نتقدم لكم دعوة لحضور مؤتمر الجمعية السعودية للطب وجراحة السمنة المجمع إقامته إن شاء الله في عروس البحر الأحمر جدة، مدينة جدة من المملكة العربية السعودية، في الفترة ما بين 13 إلى 15 فبراير بإذن الله سبحانه وتعالى. سيقام على مدار 3 أيام. اليوم الأول سيكون في بث مباشر لعمليات جراحية ستجرى في إحدى المستشفيات ونقل مباشر للقاعة، بالإضافة إلى ورشتي عمل. واليومين اللاحقة حتكون محاضرات بحضور عدد من المحاضرين والأسماء اللامعة في جراحات السمنة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا ومن أسبانيا، بالإضافة إلى المتحدثين من داخل المملكة العربية السعودية ومن دول مجلس التعاون والدول العربية. يسعدنا ويشرفنا حضوركم معنا بإذن الله، وفي انتظار مشاركاتكم.